السلام عليكم. زار والي ولاية الجزائر العاصمة موقع الأشغال تاع التهيئة تاع وادي الحراش على مستوى ضفاف الواقعة بالقرب من جامع الجزائر الكبير، واللي نشاهد الصور هنا فيه عملية تاع تهيئة كل الواجهة المقابلة للجامع إذن، واللي مقابلة كذلك للملعب اتحاد الحراش، لأن كل هذه الواجهة اللي كانت من قبل عبارة عن هنغارات مقرات قديمة إذن تم تهديمها بالكامل، وسوف تهيئ كفضاءات خضراء. هذا شيء جميل أن تضاف هذه الفضاءات نتاع الخضراء بجانب بوادي الحراش، سوف تكون إضافة دائما في انتظار نهاية الأشغال نتاع المشروع الكبير تحت التهيئة لتعويض الحراش. إذا نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.